لو نظرنا من زاوية محددة إلى العدد الهائل من الشباب العراقي في ساحات الاعتصام المتشبثين في أماكن التظاهرة، لأيقن الجميع البطالة الكبيرة التي تواجه الشاب الذي لم يخرج متظاهرا إلا لضمان عمل كريم يضمن له حياة كريمة. هذا المد الهائل من الشباب لو عملت الجهات السياسية في البلاد لتوفير فرص عمل لهم في القطاعين العام والخاص لما ظهروا محتجين أو متظاهرين، فالاقتصاد العراقي اليوم مرهق، وهذا الإرهاق أثقل كاهل الشباب. الاقتصاد هو المحرك الأساس، بعدين هاي التظاهرات معظمها اللي الأساس من اللي طلع من أجلها المتظاهرين هو البطالة. البطالة ليش؟ نتيجة السياسات الخاطئة للدولة. لذلك أنت إذا تريد تقضي على البطالة وتقضي على التظاهرات وتقضي على الجريمة المنظمة وتقضي على كل شيء، قوي الاقتصاد، حرك القطاع الخاص، هو بهيك حالة راح تنتهي عندك كل المشاكل السياسية والجرائم المنظمة في العراق. أكثر من 50,000 معمل معطل عن العمل في العراق، هذا العدد الهائل من المعامل، وبحسب خبراء لولا البنى التحتية الملائمة للعمل لاحتضن ملايين الشباب العاطلين عن العمل. وأيضا لارتقى المستوى الاقتصادي العراقي لدرجات أعلى وأفضل، ولتحول من بلد ريعي يعتمد على بيع النفط والاستهلاك بثمنه إلى بلد منتج به اكتفاء ذاتي. ولطالما أشرنا نحن في اتحاد الصناعات قلنا لهم أن هنالك لدينا 55,000 معمل بالكامل معطل، وهذه 55,000 معمل بحاجة إلى ديمومة، بحاجة إلى سلف ميسرة حتى يقدر صاحب المعمل يقدر ينتج ويكتب صنعة في العراق وبالتالي يقدر ينافس. يعني هذه الملايين الجيوش من العاطلين عن عمل عليهم تطبيق المبادرة الصناعية بتوفير السلف الميسرة وإجبار الوزارات على اقتناء حاجياتهم من هكذا معامل. ليس فقط القطاع الخاص المتضرر الأكبر من تعطيل العدد الكبير من المعامل العراقية، إنما تضرر القطاع الحكومي أيضا، فالاعتماد على التوظيف في الوزارات والمؤسسات العراقية سبب أزمة مالية كبيرة وأثقل كاهل العراق الاقتصادي. من بغداد، محمد فراس، قناة التغيير.